بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعرف القهوة بفوائد مختلفة، كذلك هي عبارة عن علاج فعال للتخلص من مشاكل تلف الشعر وجفافه، بهتانه وتقصفه وتساقطه، وكذلك حتى القشرة. يعود السبب في ذلك لأن القهوة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية والمعادن التي تفيد في تحسين صحة الشعر وبقائه حيويا ولامعا وجذابا، كما أن القهوة من المواد الغذائية التي تتوفر في جميع منازلنا ونستخدمها لوصفات الشعر وجمال البشرة كذلك. نحتاج للقهوة، القهوة حبوب ونقوم بتحميصها. يفضل أن تكون القهوة من هذا النوع طبيعية وتحمص في البيت، لأنني أنا لا أثق بالقهوة الجاهزة إطلاقا صراحة، وكل واحد يعني حر. القهوة تساعد من التخلص من تساقط الشعر. أولا وقبل عمل الشامبو سأعطيكم ماسكات للشعر. تحتوي القهوة على العديد من المكونات التي لها دور فعال في إيقاف مشكلة تساقط الشعر، خاصة لأنها غنية بمادة الكافيين التي تحفز نمو الشعر وتؤثر بشكل إيجابي على الهرمونات الخاصة بتساقط الشعر. يمكن الاستفادة من فوائد القهوة. نأخذ القهوة ونضعها مباشرة على الشعر بدون إضافات، ومع التركيز على الجذور، ويفضل تركها على الشعر لمدة 10 دقائق قبل غسلها بالشامبو. وكذلك لدي وصفة أخرى، هي عبارة عن سيروم القهوة لتقوية الشعر وإعطائه الصحة واللمعة. يتكون هذا السيروم، نأخذ 4 ملاعق من حبوب القهوة المطحونة، وملعقتين كبيرتين من العسل، و4 ملاعق طعام كبيرة من ماء ساخن. نقوم بمزج هذه المكونات مع بعضها جيدا، نتحصل على عجين متماسك، وبعد ذلك نقوم بتدليك الشعر بهذا السيروم، سيروم القهوة، وهو رطب، بمعنى وهو مبلل. ومن الأفضل أن تبقي هذا السيروم على شعرك لمدة لا تقل عن 1/4 ساعة قبل غسل شعرك بالماء والشامبو. هذا السيروم، أي سيروم القهوة للشعر، يتميز بأنه يقوي لك شعرك ويحسن صحته، كما أنه يخلصك من الشعر الجاف وكذلك من تلفه وبهتانه والتقصف، ويحافظ على لون شعرك الطبيعي ويمنحه اللمعان والجاذبية. لدي ماسك آخر كذلك بالقهوة، ماسك القهوة للعناية بشعرك ومعالجته من الجفاف. لتحضير هذا الماسك نحتاج ل5 ملاعق صغيرة من بقايا القهوة، أي تفل القهوة، أي الحثل، بقايا القهوة التي تبقى بعد عمل القهوة. نأخذ، قلت، 5 ملاعق صغيرة من بقايا القهوة، أي رواسب القهوة المشروبة، ونأخذ ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو، الزيوت الخفيفة، نحاول استخدام الزيوت الخفيفة للشعر، وملعقة صغيرة من زيت الأرغان إذا توفر، وملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو. بعدها نقوم بمزج جميع هذه المكونات جيدا، ونضع هذا الماسك على الشعر من الفروة حتى الجذور. وأفضل عمل تدليك للشعر لحوالي 5 دقائق بحركات دائرية خفيفة بأطراف الأصابع، وبعد ذلك نغطي الشعر بالقبعة البلاستيكية لحوالي 2 ساعة قبل الاستحمام. وكذلك يمكن لبس القبعة البخارية إذا توفرت لديكم. رائعة جدا لعمل الماسكات الخاصة بالشعر.
وبعدها نقوم بغسل الشعر بطريقة عادية بالشامبو، ويفضل لو استخدمتم معها شامبو القهوة الذي سنقوم بتحضيره الآن مع بعض. وبالأخير نقوم بعمل ملعقة من خل التفاح أو أي نوع خل متوفر في البيت بآخر شطفة للشعر بهدف التخلص من جميع بقايا القهوة. هذه هي الوصفات الخاصة بالشعر بالقهوة. نبدأ الآن بتحضير الشامبو. لهذا الشامبو نحتاج لصابون، أي نوع صابون متوفر استخدميه ويكون مناسب لشعرك. أنت تعرفي الصابون المناسب لشعرك الطبيعي، صابون طبيعي وبدون عطور، أو يمكن استخدام شامبو الأطفال بدل الصابون الطبيعي، يمكن استبداله بشامبو الأطفال. نأخذ الخلاط الكهربائي دائما، نضع كوبين من القهوة، تكون القهوة محضرة 2 كوب من القهوة، وأفضل أن تكون القهوة مركزة نوعا ما. كوبين من القهوة، ونضع عليها ملعقتين لكل كوب. لدينا ملعقة من الصابون المبشور أو يمكن استخدام شامبو الأطفال. بالنسبة لشامبو الأطفال، لكل كوبين من القهوة نضع كوب من الشامبو حتى يكون الشامبو طبيعي 100%. نضع هذه المكونات في الخلاط لنتحصل على شامبو القهوة، ونكون قد تحصلنا على شامبو القهوة. لمدمني القهوة سيكون هذا الشامبو ممتع لديهم. نقوم بإفراغه في قارورة خاصة بالشامبو، ويكون الشامبو جاهز. لدينا شامبو القهوة لتطويل الشعر وتكثيفه وإيقاف التساقط. الشامبو هذا دائما صالح الاستخدام وآمن للحوامل المرضعات، وكذلك لبنتك أو ابنك الصغير يمكن استخدام هذا الشامبو وبكل أمان. الرجال كذلك يمكنهم استخدامه. الاستمرار والانتظام على شامبو القهوة كذلك يساعد على القضاء والحد من الشيب. هذا الشامبو صالح الاستخدام في مكان بارد وجاف لمدة أسبوع كامل، إلا إذا أحببت الاحتفاظ به في علبة فردية أو قارورات شامبو فردية، والاحتفاظ به في الفريزر أي المجمد، ويمكن استخراجه ويمكن تذويبه بفترة قبل الحمام بماء ساخن واستخدامه مباشرة. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.